زيا تفر ماشي غير بالفوت مايسترا في الطياب يا كسكس ماما ولا اروح ما كاين غير ماما اللي تعرف لها. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية الطبخ فنون وسرنا ماراثون. احذر التقليد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك انا وكفيل اليتيم كهاتين في الجنه. هذا يتسمى بيتين. هذه الدعشره عندك في الدار، عندك كنز في الدار. مش ذكرى صحافتكم وصحه شبابكم. مرحبا بكم اليوم في عدد جديد من التجربه الاجتماعيه. كما تعودتوا كل يوم موضوع جديد باش نشوفوا رده الفعل الناس في هذا الشهر رمضان، شهر العظيم. اليوم راه معنا مهدي. مهدي راح تقوم بالدور تاعك اليوم اللي هو معناتها نبيع المطلوع ومرتبه رايحه حاقرتني. تقدر دير تمارس هذا تقمص الدور باش تشوف الناس تقدلها. اي صح، نروح نشوفوا رده الفعل الناس. بمهدي راح يقوم بدور انه راه يبيع المطلوع ومرت بابا راهي غابنته. تبعوا معنا الحلقه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لاباس. تشري من هنا من عندي مطلوع؟ والله عندي الخبز في الدار ولدي. بصح ماما تعرف الاراضي وراه البرد وقع ولدي. مرت بنية تقول لي خدم ما خدم ما خدم ما خدم. وراهي مرت القراية وصحابي. حبس القراية؟ كل شيء. هذا اللاجم حبس هذيك القراية؟ كل شيء كل شيء. وراهي مرت بوك؟ رايح الدار. لا مشي حق عليها، مشي حق عليها ولدي. نورمال مو تارك تقرا في هذا الشيء. شحال عندك من عام؟ انا عندي 9 سنين. 9 سنين ولدي تبيع المطلوع؟ خير جاي تعس فيا عندك. هادي؟ سلام. سلام ورحمة الله. مازال ما بحت والو؟ بصح الله يهديك، الله يهديك. علاه؟ الله يهديك اختي. أو قد هكا يبيع مطلوع؟ يبيع راه يبيع يقرا. ما بغاش يقرا يبيع مطلوع. هادو فاميليا يبيعوا مطلوع. صلي على النبي. صلي على النبي. السلام عليكم. أنتي أمه؟ مرت بوه. ها كون جيتي أمه ما تخليش يبيع مطلوع. هذيك كلمة دائما يقولوها كاع الناس. لا لا كون جيتي أمه. كون جيتي أمه. ما تخليش يبيع مطلوع. أنا قلت بوه يبيع مطلوع. لا والله لا حرام عليك. لا ماشي حرام علي أنا ما. على أنت ما تبيعش مطلوع وتقول خويا كبير وكاع. خوك كان يبيع. كان يبيع قبلك خوك كبير. هذا صغير هذا صغير. صلي على النبي. حبس بين مصابي مقرن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك انا وكافي اليتيم كهاتين في الجنه. وبصح انا ماني ندير له والو راه هذا 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 يتسمى يتيم. ايبي هذا يتسمى يتيم. لا عنده ابوه عنده خوته عنده. ما عندهاش امه. ما عندهاش امه. امه تخليه مطلوع اختي. والمطلوع اش هو؟ لا الخدمه صغير صغير. حم بوك خويا هذا يبيع مطلوع. اي فلاش هذا يبيع مطلوع. شحال عندك مطلوع؟ انا نشري على خويا انا نشري. شحال عندك؟ عندها 6. ها اختي شتي كتجي كتجي حاجه ارتبوها انت تعطيه يبيع؟ واه هي تعطيه يبيع وتقول له بيع دراع. بصح يبيع مطلوع ما راه يدير والو راه يبيع مطلوع. الناس كاينه يبيع مطلوع. تعرف الله باش يقرو شي اللي راه الليل وراه الليل وراه البرد وراه البرد وراه البرد اختي. صلي على النبي. حني قلبك حني قلبك شويه تعطيه نابور دروك يبيعه. حني قلبك شويه حني قلبك من جهته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر يبيع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك انا وكفيل اليتيم كهاتين في الجنه. هذا يتسمى يتيم اختي. هذه الدعشره عندك في الدار عندك كنز في الدار باش تدخلي به للجنه. انا ماني ندير مانيش نصوت فيه ولا ماني ندير والو. لا تدي لي درامي وتصوتيني وكاع. نديك دراهمك باش نصرفوها باش نديرو. تدي لها دراهمها ثاني. ندي لها دراهمها بصح المطلوع تاع الناس مطلوع انا نجيبوه لي هو يبيعه. لا لا خالتي الله يهدينا ويهديك. لا خالتي يقرا يقرا. لا محبس حبس هذا القرا. لا خالتي ماشي والله. سي كراف والله ما كيما هذا وراه جاي للدنيا. وبصح انا ما الله حتى باغي ندير له عندي ما ندير له. انا لقيتهم يبيعوا المطلوع كاع هما فاميليا يبيعوا المطلوع. بوخو تاع ماماه. صح ديري حاجه ديري معايا حاجه ديري معايا حاجه تعطيه لي. كيف نعطيه لك؟ نعطيك ولد الناس. انا نربي انا نربي. أنا واحد من الناس نعطيك شحال تبيعي في النهار انا خلصت. انا نعطيه دراهم غير ما يبيعش. والله ما يبيع. ندير له كل يوم ندير له 100 درهم مليحه. يا ودي نجمله لك به بخوه غير دوم. والله تجيب لك خويا. هيا شتي لافاسون تاعك. طيب
شتي لافاشون تاعك؟ انا كرهت منهم ما نضليش نلحق فيهم. كرهتي منهم؟ خوه ثاني نضلي نلحق فيه نلحق عندك فيه. ولاد؟ عندك ولاد؟ عندي ولادي هما. لا لا ولاد من الصلب ما عنديش. عندي ولادي هما. انا هادو هما ولادي. ظل يضرب فيا وكاع. هادو هما ولادي. بصح هما كانوا يضرب فيا وكاع. هما يبيعوا مطلوع من بكري هكا انا لقيتهم يبيعوا مطلوع. لا احنا كاع ما نبيعوش. كنتوا تبيعوا خو كان يبيع. انا من جيت عندكم خو كان يبيع. الله يبارك وكاع. سمقي الله يبارك والله الله يبارك. ما تبكيش ولدي ما تبكيش ما تبكيش ما تقنط ما والو. بعدا فضلت وقعد يضرب فيا. كون في الدار نضربك ما نضربك ما والو. بحت ما بحت صايي. شحال 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 انا نخلص شحال. ما على باليش شحال يبيع. والله ما نخلص له شحال شحال انا نخلص له. انا ما على باليش شحال تبيع. 50000 40000 شحال تبيع شحال تبيع كاع هادو انا نخلص له ما تخليش يبيع في الليل. بصح راه في حومته ما راهش بعيد. حومته بصح الليل 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 واعر. القانون يعاقب عليك مضر والله. انا ماني ندير له والو يعاقب عليا القانون. انا راه شي قانون وا بصح ماني ندير له والو راه يبيع ويروح للدار. يعاقب عليه يبيع في اللي في مهضر. سلام الله سلام ورحمة الله. قال لك مرت خويا تقول له بيع المطلوع. يا ثم انا على بالك على بالك حميت انا نشري بصل حميت انا غادني غادني تخيل انت ولدك هذا تخيل ولدك هذا اي روح قول له حاجه شنو الحاجه اللي خلفت تاثر فيها غريان هكا يبيع مطلوه ومرتبوه مرتبوه حاقراته وقال لي كان تضربني في الدار تدي لي في الدار تدي لي دراهمي. من هذه الحاجه اللي اثرت فيك في هذاك الساعه. وطلعتيني طلعتيني انا نديه والله نديه اقسم بالله نديه. ما شاء الله نديه نورمال عندي ولد عنده 16 عام نديه كثير اخو صغير. بارك الله فيك. هذه تعدلت عليك هذه تمركات لك. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله يا الحمد لله يا ربي. بدي أبي بدء بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت سين أنا كراج قانون غاضني والله لا غاضني وفولا ريت في الحنو وفولا ريت في الحنو. أنا جيت نشري على نيتي تلاقيت قلت لك الله يقله يبيع بالسيف نسلمو حاجة الأولى نسلمو حاجة الأولى راه الليل حاجة زوجة برد وفلوس تسعى قلت لك يضربني وفلوس تسعى بلي قانون يعاقبك عاقبك على الصوالح شيل الحاجة وتحبسها مقراية وحبساتها قلت لها شحال يبيع في واجوني انا خلص له والله شري كابا وخلص له كاع شحال يبيع الله يحفظك غير ما يوقف شهر الله يحفظك نتلاقى انا وياك كل يوم راه نقول حاجة لا مازال فيها الخير والله راضي لا مازال فيها الخير كل يوم نعطيه 100 ديما تخليش يبيع سقع لما الله يرحمها عندي الوالدة توفي الكوفيد ربي يرحمها الله يرحمها الله يرحمها آمين إن شاء الله والجزائر مازال فيها الرجال مازال فيها الخير مازال فيها الخير قولي لي شحال 70 حبة نخلص 100 حبة نخلص الله يحفظك خويا والله غريان صغير براءة هذو مازال رجال الدنيا أنت ضحتك فرصة شي حاجة اللي تنصح بها الشباب اللي كيفاه راهم يبيعوا الأمهات اللي كاين الأمهات اللي أحسن عونهم ما عندهمش أبار الغريان يكون عندهم يبيع هذوك مفروغ منهم لكن اللي عندهم ويحوسوا هذا الاطفال اللي كيما هذا الجيل تاعنا يحوسوا يخرج للشارع ويبيع بدون نجا. شكرا اخي عزيز نصح الوالدين باش ما يخلوش الطفوله لاولادهم باش يبيعوا باسكو اليوم يبيع مطلوع هذا يبيع حاجه اخرى باسكو رانا نشوفوا باللي الاجرام زاد اكثر واكثر واكثر باسكو اليوم الى اون فيديو كيما قال لك غاني نقولوا 20000 200 دينار 300 دينار غدوه يعاود يوالف غدوه اكسيتيرا 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 اليوم يبيع مطلوب غدوه يروح حاجه واحده اخرى. بارك الله فيك. احنا نطلبوا ان شاء الله الحفظ والسلامه في هذه البلاد وحنا كما قال لك داين دعوه الخير الله يحفظ كاع امه محمد اجمعين ومن هذا المنبر نحيي زملائي ناس العدالة. الله يحفظك بارك الله فيك. أخي العزيز فاضل هذا إنسان محترم زملاء كاع محترمين. الله يحفظك بارك الله فيك. ودرتنا غلبتنا فاجعة. شفت صحيك. والله حسيت بالصحة والله قلت لك خلصت لك. الله يحفظك. بالصحة رمضان وتصوموا بالصحة إن شاء الله. الله يحفظك أخي بارك الله فيك.
فازيا تفرم شي غير بالفوت ما يصرف كيف الطياب يا كسكس ماما ولا اروح ما كاين غير ماما اللي تعرف لها. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية الطبخ فنون وسرنا ماراثون احذر التقليد.